أعلنت مجموعة كرافت وهينز الأمريكيتان للمنتجات الغذائية أنهما ستندمجان لتشكيل ثالث أكبر مجموعة أمريكية للصناعة الغذائية الشركتان أفادتا أن مساهمي هاينز سيملكون 51% من رأس مال الشركة التي ستنشأ عن عملية الاندماج وسيكون اسمها كرافت هاينز كومباني هذا ومن المتوقع أن تحقق المجموعة الجديدة فور إنشائها مبيعات بحوالي 25 مليار يورو فاصل اثنين ما سيضعها في المرتبة الخامسة في العالم